شهادة ميلاد زيدان الجديد كتبها الجزائري ياسين عدلي بظهوره المميز رفقة نادي ميلان الإيطالي ليشارك بشكل أساسي بعد فترة طويلة من التخبط والغياب واقترابه من الرحيل. لكن ماذا قالوا عن تألق محارب الصحراء؟ سجل الجزائري ياسين عدلي ظهوراً مفاجئاً وبشكل أساسي بقميص ميلان الإيطالي في مواجهة نادي كالياري في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي الممتاز. ظهور لافت وأداء مميز قدمه ياسين عدلي بقميص ميلان في هذه المواجهة والتي تعتبر الأفضل له منذ الانضمام للفريق في عام 2022 قادماً من بوردو الفرنسي. 5 مباريات سابقة لم يسجل خلالها ياسين عدلي أي ظهور على الإطلاق، لكنه نجح في تقديم أداء مميز في مباراة كالياري التي بدأها بشكل أساسي في مركز الوسط الدفاعي. ياسين عدلي كان له دوره في فوز ميلان في هذه المباراة بثلاثية مقابل هدف واحد بعدما قلب الروسونيري تأخره بهدف إلى تقدم ونجح في حصد النقاط 3. البرتغالي باولو سوزا مدرب سالرنيتانا كان أبرز من أشاد بالظهور الرائع للجزائري ياسين عدلي، إذ وصفه بأنه زيدان الجديد، إذ يبدأ التوهج حيث بدأ توهج الأسطورة الفرنسي في الكالتشو، لكن زيدان برز مع يوفنتوس. سوزا أكد أنه من أكثر المعجبين بياسين عدلي وأن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية غير عادية وقدرة كبيرة على توفير وضعيات هجومية مناسبة لمهاجم فريقه في مختلف المناسبات. صحيفة لجازيتا ديلو سبورت الإيطالية كشفت تقييم اللاعبين في مواجهة ميلان وكالياري، وكان تقييم ياسين عدلي 7 من 10 نقاط، وهو رقم مميز خصوصا وأنها مباراته الأولى في الموسم الحالي. الجماهير كذلك أشادت بياسين عدلي، إذ اعتبره البعض الأفضل في ملعب المباراة طوال اللقاء، وأشادوا بتمريراته الطولية المميزة التي خلقت المساحات للاعب ميلان. الرؤية الثاقبة والقوة الدفاعية والمساهمة الهجومية بالكرات الطويلة كانت أبرز القدرات التي أشاد بها الجميع، وطالب الجماهير بمنح اللاعب الجزائري الفرصة الكاملة ليشارك في المباريات. خلال مواجهة ميلان وكالياري قدم ياسين عدلي تمريرات ناجحة بنسبة 97%، إذ قدم 72 تمريرة صحيحة من 74 تمريرة، كما فاز بثلاثية صراعات ثنائية من أصل 4 أمام منافسيه. أما عن نسبة التمريرات الطولية الصحيحة فقد بلغت 88% مع طراد 3 كرات واستخلاص 3 كذلك. ياسين عدلي قد يكون الحل الأمثل أمام ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي لسد الفراغ الذي تركه ساندرو تونالي عند رحيله عن صفوف الفريق متجها إلى نادي نيوكاسل الإنجليزي. ميلان يلعب في مجموعة قوية للغاية في دوري أبطال أوروبا، إذ يشاركه في المجموعة باريس سان جيرمان ونيوكاسل وبروسيا دورتموند، لكنه نجح في التعادل سلبياً في المباراة الأولى أمام نيوكاسل، ويحتاج لتحقيق الانتصار في المواجهات المقبلة لضمان الصعود من هذه المجموعة النارية.